السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم. ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بصحه جيده. موضوعنا اخوتي الا وهو تاع اليوم كيتعلق بواحد الاله اللي درت عليها واحد لا فيديو ولقى اقبال كبير كبير بزاف من اعجابات من تعاليق، الحمد لله، وتواصلوا معايا الناس من جميع الاماكن. الفيديو تاع اليوم الا وهو كي كنقول لكم انا دائما قبل ما نبدا الفيديو عفاكم شجعونا بلي لايك وبارطاج باش نزيدو، مازال نزيدو كاين مازال ما نعطيو، ولكن ضروري من تشجيعاتكم تشجيعاتكم تهموني. كي قلت لكم اخوتي واحد لا فيديو اللي حطيت والحمد لله لقى اقبال كبير كبير بزاف لذلك تواصلوا معايا الناس، الا وهي الاله لازاله الشعر. انا من النساء البنات، منقول بنات بنات وذكور، لان الذكور حاليا يومنا الان الذكور تهما ولاو واحد النسبه منهم تهما كيحيدوا الشعر ما كيبغيهمش، يا اما الواحد كيكون بالنسبه للعمل او كيمارس الرياضه، لذلك اخوتي تهما ما كيبغوش يكون عندهم شعر. لذلك اخوتي شريت لي واحد الاله، وانا من النساء واحد الفئه تاع النساء اللي كنت كنعاني من بروز الشعر وخصوصا في في في, في الوجه تاعي، وهذاك البنات من خرج لي البنات الشعر في الوجه تاعي، حسيت دار لي واحد نقدروا نقولوا بحال تعقدت نفسيا. كان الناس كيهضروا معايا وكندير بحال هكذا لان كان عندي الشعر في هذه المناطق، هذو هنا فين كان عندي الشعر، كنت كانوا كيهضروا معايا الناس وكندير بحال هكذا كنقولوا اوف مدري مية راهم كيشوفوا لي في الوجه تاعي في الدقن تاعي. ما كانش عندي ثقه كامله في النفس تاعي، ديما كنت كنحشم، ديما كنت منعزله، ديما كنت الا شفت دو بيرسون كيهضروا شخصين كيتكلموا كنقولوا ناري كيتكلموا لي على وجهي وعلى الشعر اللي بارز ليا في وجهي. لذلك اخوتي انا تعقدت من النساء اللي تعقدوا نفسيا، كانت عندي واحد التراوما يعني تعقدت من هاد الناحيه هذه من بروز الشعر. لذلك الحمد لله دخلت كي كنقولوا قبل ما كانش عندي امكانيات، بخي البنات توظفت والحمد لله ولا عندي واحد السالير، حتى انا قدرت ومشيت ودرت ليا لي سيونس تاع اللازير. كي كتعرفوا البنات اللازير شحال هادي نقولوا شي 10 سنين، هذا نقدروا نقولوا في 2000 ولا في 2010 نقدروا نقولوا بان اللازير بين قوسين كان شي حاجه غير بالنسبه لواحد الفئه اللي عندهم الفلوس، فهمتوا؟ لان انا كنت كندير لا سيونس لوجهي، فقط حصه لوجهي كنت كنديرها 100 حتى 120 اورو، فهمتوا؟ حصه وحده، وبالنسبه لينا حنا كنساء ما كافيناش حصه وحده، يعني خاصنا حصص. الطبيب كيقول لك خاصك حصص، عبارة بان اول حاجه وقبل ما تدير لك الحصص تاع اللازير، اول حاجه بالنسبه للنساء خاصنا نمشيو لينا الطبيب جينيكولوج، يعني طبيب اخصائي النساء، خاص يدير لك تحاليل باش يعرف اخوتي الهرمونات تاعك كي دايرين، لان ملي كيكون واحد نسبه الهرمونات كي كان عندنا خلل، هذا الخلل تاع الهرمونات هو اللي كيؤدي لنا في البروز تاع الشعر. اون فوا البنات ملي كيكون عندنا هاد التحاليل في يد الطبيب كيعطيك واحد التريتمون ضروري اللي خاصك تتبعيه، عاد باش كندوزو للمرحله الثانيه الا وهي لي سيونس تاع اللازير. كي قلت لكم اخوتي قبل اللازير كان عنده واحد كيمشيو ليه غير واحد الفئه الى عندهم ميسر، لان 100 اورو كتحطها ما كاملاش ربع ساعه، راه زعما شنو نقول لكم راه واحد الثمن خيالي. صافي هذيك داومت على اللازير 100، ابري ضريت شويه قلت نمشي ندير ليا واحد نوع اخر من اللازير، على سميتو كيقولوا ليه لاسيغ الكتريك، ماشي هو لازير ولكن كيقولوا يعني كتدخل لك البرا كتدخل لك في التحت تاع هادي الجلد تاعها كتجبد طوطال هذيك مرت فيها و الجلد تاعي ما استحملش ليا وبرز ليا الحبوب بزاف وتعفن ليا ما صبرتش. صافي قلت صافي نكمل، هي هادي كنت كندير ليا مره في الشهر، مره في الشهر كنت كندير ليا واحد لا سيونس تاع 100 اورو. صافي هذيك بقيت كنقلب كل مره كنبحث ليا على شي سونتر ولا شي حاجه، كل مره الا لقيت شي بروموسيون ولا شي حاجه غاده وكنهبط. صافي او ميم طون انا كنقلب على لي سونتر اللي عندهم رخاص في الثمن. صافي هذيك فاش انا البنات مشيت تقلبت ليا تطحت ليا على هاد لاباغاي، هي اللي البنات اللي قلت لكم اللي لقات الحمد لله اقبال كبير وتواصلوا معايا البنات والذكور من جميع المناطق، سواء هنا من اوروبا او من السعوديه ومن الامارات، زعما من جميع الانحاء تواصلوا معايا البنات والدراري. هذه هي الاله للدراري البنات، شوفوا كنهضر اون جينيرال اللي اختها انا البنات اختها من امازون، الثمن تاعها
كان كيتراوح في هذيك الفتره، خدتها ب 300 وشي حاجه، نقولوا 350 اورو باش خدتها. تواصلوا معايا الناس اللي شراوها، قالوا لي كيتعرضوا لا فالسيفيكاسيون، يعني ما بقاش كيعطيوهم لوريجينال. انا خوتي انا كنصحكم، كي كنعطيكم نصيحه لوجه الله، الا بغيتو تشريوها من الاحسن ما تشريوهاش لكم من امازون، لان حاليا السلع الصيني راه هو اللي كاين. انا نفضلكم تاخذوها لكم من شي مول، يعني من شي محل، الا في حاله وقع شي عطب ولا خلل ولا ماشي اوريجينال، عندكم واحد المكان ونتين فيزيكا فين غادي ترجعوا لكم هذاك، فين غادي ترجعوا لكم مثلا الالات تاعكم. لان الناس اللي تواصلوا معايا باغ اكزومبل قالوا لي يا اختي ما عندناش هاد زر البحث، فهمتوا؟ انا دابا كي كتشوفوا هنا انا عندي زر البحث، ها انتم كي كنشعلها شفتوا فيها 6 تاع لي بويسونس. الناس اخرين كيقولوا لي اختي ما عندناش فيها هذا تاع لي بويسونس، كي كتشوفوا معايا ما فيهاش زر البحث. زر البحث هو هذاك البلاصه اللي كتحطي فيها باش كيبحث لك على المنطقه. مثلا هنا عندي خاصني نضرب ليا المنطقه النمره جوج، هنا خاصني نضرب المنطقه المكان 6 وهكذا، شفتوا هنا كيبحث. بالنسبه للناس اللي خوتي اللي كيقولوا لي على الشارج، الشارج يدوم ويدوم، يعني بمعنى الا شارجيتها دابا الشارج تاعها كيدوم واحد ميم با 10 دقائق، وكتقدر تضرب لك شهر، فهمتوا؟ تاع هذا زعما ماشي كل مره خاصك تشارجيها. هذا هو، هذه هي الاله خوتي كي كتشوفوا معايا. الطريقه راه قلت لكم جد جد سهله، شوفوا حاش بغيت نوريكم كيفاش كدايره. ها انتما مثلا، ها انتما كتجينا. اول حاجه خوتي قبل ما ننسى، انا ما كنبغيش نطول عليكم في الفيديو، ضروري تكون منطقه نقيه، تحيدوها، تحيدوا ليها الزغب، تحيدوه بالفرشه تاع الحلاقه، وابخي المكان يكون نقي، وابخي تضربوا بهذه الطريقه هذه، شفتوا هي هذه. وكتبقاو في المكان تاعكم في حتى كيمشي لكم الزب. المده استعمال البنات، انا كنستعملها 3 مرات في السيمانه، يعني مثلا كندير الاربع، اثنين الاربع والسبت، ولا اثنين الاربع والحد عندي. ابري كتشوفوا الزغب كيبدا يطيح بوحديتو، اون فوا كيبدا الشعر كيتساقط بوحديتو غادي توليو ديروها 2 مرات في الاسبوع. ابري غادي توليو ديروها مره في الاسبوع، ابري من بعد غادي توليو ديروها مثلا في الشهر، توليو ديروها 2 مرات في الشهر، فهمتوا؟ هي هذه الاله البنات، ها نتوما الى عندكم اي استفسار واي شي حاجه تواصلوا معايا. والو هذه الطريقه، وكي قلت لكم هذا صنع الماني، هذه هي العلبه، عقلوا على العلبه. الناس اللي كيقولوا لي العلبه العلبه، ها هي العلبه خوتي، صنع الماني ماشي صنع صيني، صنع الماني. وفيها 2 تاع الرؤوس، فيها هذا الراس هذا، وهذا هو الراس الثاني، ها انتم كي كتشوفوا شفتوا. نتمنى خوتي اي سؤال واي استفسار واي شي حاجه ما فهمتوهاش، حاجه ما فهمتوهاش تواصلوا معايا ونجاوبكم عبر انستغرام. داكوغ، هذه هي الاله خوتي، نتمنى تلقاوها في شي مول عندكم، مثلا في لي مول في دبي ولا شي حاجه، ضروري ضروري غادي يكونوا هكذا في المحلات الكبرى، غادي يكونوا ضروري. هذه هي الماركه تاعها بيرر بيوتي، انا غادي نصورها لكم، ها انتما كي كتشوفوها بيرر بيوتي، هي هذه صنع الماني. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يعجبكم الخوت، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.